أهلا بكم. تتصاعد الاحتجاجات ضد سلطة الميليشيا في العاصمة صنعاء بشكل لافت. عدد كبير من المؤسسات الخدمية والأجهزة الحكومية ينفذ موظفوها منذ أشهر وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مؤسساتهم للمطالبة بصرف رواتبهم ووقف الإجراءات غير القانونية في تلك المؤسسات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا التصعيد الاحتجاجي في العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع، لنتوقف عند دلالاتها ونتائجها المحتملة وكيف تتعامل معها سلطات الميليشيا. من جامعة صنعاء التي دشنت هذا المسار قبل أشهر والتي لا تزال تواجه كل إجراءات سلطة الميليشيا بحقها، إلى الغرفة التجارية التي توعدت بالتصعيد في مواجهة قرارات الميليشيا بفرض أتاوات جديدة على التجار، ثم الاحتجاجات التي قام بها موظفو مستشفى الثورة والتي نفذوها مستشفى الثورة العام، والتي دخل بعدها الأطباء في إضراب شامل باستثناء الحالات الحرجة وكثير من المؤسسات الحكومية والخدمية. تتسع رقعة الاحتجاجات ضد سلطة الميليشيا وإجراءاتها. هذه الاحتجاجات التي ينفذها الموظفون وفئات المجتمع تتعامل معها الميليشيا بلا مبالاة، لكنها تواجهها بالعنف. فهل تمثل هذه الاحتجاجات طريقا آخر في مواجهة سلطة الانقلابيين؟ وما مدى تأثير وفعالية هذه الاحتجاجات على سلطة الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها؟ نبدأ النقاش مشاهدينا بعد متابعة هذا التقرير. شارع يغلي في وجه سلطة تتآكل كل يوم، وفي حين تقترب سلطة الميليشيا من حالة الانهيار إلا أنها لم تتخلى يوما عن أهم ركيزتين لها، الفساد والقمع. تتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء، وكل يوم تنضم فئة جديدة إلى الشارع المناهض لقرارات الانقلابيين وسلوك مسؤوليهم. من جامعة صنعاء التي دشنت مسار الاحتجاجات قبل أشهر ولا تزال تتصاعد حتى اللحظة، إلى تجار العاصمة الذين لوحوا قبل أيام بتصعيد احتجاجاتهم ضد ممارسات مسؤولي الميليشيا وقياداتها على خلفية فرض السلطات في صنعاء إتاوات تتزايد كل يوم لتمويل فساد مسؤولي الميليشيا وتمويل حروبها. مستشفى الثورة العام، أكبر مستشفيات البلد، خرج موظفوه إلى الشارع أيضا للمطالبة برواتبهم المنقطعة منذ قرابة 5 أشهر، وهي المطالب التي قوبلت بالتجاهل من إدارة المستشفى المعينة من قبل ميليشيا الحوثي، مما دفع الموظفين للإضراب وعدم التجاوب إلا مع الحالات الحرجة التي تصل إلى المستشفى. عدد من المؤسسات الخدمية والتعليمية انضمت للاحتجاجات. مؤخرا انضم طلاب البورد العربي الذين يعتصمون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء رسوم غير قانونية فرضتها سلطات الميليشيا. ولا يبدو أن هناك توجها من قبل السلطات الحاكمة في صنعاء للتجاوب مع أي من تلك الاحتجاجات والمطالب. تتعامل سلطات الميليشيا مع الاحتجاجات المتصاعدة في صنعاء بكثير من اللامبالاة والقمع، في حين لم يتوقف فساد المسؤولين المعينين من قبلها، وكأنهم في سباق مع الزمن لنهب أكبر قدر ممكن مما يمكنهم نهبه. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم لنا الآن من صنعاء رئيس مركز الأمل للشفافية والعمل سعيد عبد المؤمن. أهلا بك أستاذ سعيد. حياك الله أستاذ العزيز. أستاذ سعيد، هناك احتجاجات في معظم المؤسسات الحكومية وكذلك الأجهزة الخدمية شاهدناها منذ أشهر. دعنا نتحدث في البداية عن ما هي الدلالات تصاعد هذه الاحتجاجات من وجهة نظرك. يا عزيزي، أنا سعد اليوم قرأت رسالة مؤثرة جدا جدا من البروفيسور عبد الله الغيثي عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء. يقول هذا الرجل: أنا أناشدك يا سلطان، يا فخامة، يا جلالة السلطان قابوس، بأن تفتح لي الحدود للمرور إلى عمان على الأقل أحاول حل مشكلتي اللي أعاني منها، فأنا بدون راتب منذ 6 أشهر، ما عندي شيء دخل، وإذا كان ما في شيء حل في سلطنة عمان فعلى الأقل افتح لي الحدود أذهب إلى الكويت، عسى أن يتلقفني أمير الخير أمير الكويت. ويقول الرجل في رسالته: أنا ليس لدي سيارة وليس لدي قيمة النقل بالباص، كل ما سأفعله إني سأذهب سيرا على الأقدام إلى سلطنة عمان والكويت. شوف، هذه الرسالة المؤثرة توضح الآن الوضع القائم في المحافظات الشمالية اللي هي يعني لا زالت تحت سيطرة حكومة الأمر الواقع كما يقال. هذا الأمر يدل دلالة واضحة على أنه المواطن اليمني وبالذات الموظف الدولة قد وصل إلى مرحلة سيئة جدا، لم يعد قادر على توفير احتياجاته الأساسية، وهذه أصبحت الآن الصفة الغالبة لموظف الدولة بصفة عامة والجهات
غير الإرادية بصفة خاصة. يعني حتى الجهات الإرادية، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، خرجوا يطالبوا برواتبهم. هذا يدل دلالة واضحة على أن الاقتصاد اليمني بصفة عامة في هذه المحافظات أصبح في حالة خطيرة جدا. من المآسي أن الدكتور عبد الله الغيثي يقول التالي، يقول أنه حكومة ابن حبتور قالت لن نصرف لكم يا جامعة صنعاء نصف الراتب لأنكم خرجتم واحتجيتم وبدأتم بالإضرابات والاحتجاجات. وحكومة بن دغر في عدن لها شهر كامل لم تقدم أي خطوة حقيقية لصرف راتب ديسمبر. تخيل مثل هذا الوضع ومثل هذه الحركة. إذا هذا الأمر معناه أنه الشارع اليمني يحتج ويغلي. لكن أنا أقول لك حاجة بشكل طبيعي، حتى لا يراهن أحد على أنه هذه الأمور قد تعمل يعني ما لم يتوقعه الآخرين. يا عزيزي عنتر يقول العبيد لا يقاتلون، والمعروف أن الفقراء يموتون في بيوتهم صمتا، والجوعى لا يقدرون على مناهضة الأمر الواقع. أنا مستغرب المراهنة من كافة الأطراف على هذا الموظف الغلبان وعلى هذا الموظف المسكين. صحيح أنه يعني لما تقرأ التقارير الصادرة عن وزارة المالية في محافظة يعني في صنعاء، وخاصة في تقرير كان العام الماضي عمله في شهر مايو 2016، كان عبارة عن مؤتمر عقد في وزارة المالية. هذا المؤتمر خرج بالخلاصة التالي، فعلا الإيرادات التي أصبحت تورد منخفضة جدا. معروف أنه إيرادة الدولة من 65 إلى 75% في فترة من الفترات كانت تأتي من النفط، وهذا القطاع توقف تماما. الضرائب على الجمارك، يعني الضرائب والجمارك أصبحت منخفضة. يقول التقرير هذا أنه في عملية تهرب واسعة وفي عملية تهريب وفي ناس ما تدفعش. والآن إحنا نلاحظ إشكالية إضافية الآن، أنه التجار أصبحوا مطالبين بدفع الجمارك والضرائب، مع أنه البعض يقول أنه يعني اللي دفع الجمارك والضرائب بشكل رسمي ما عاد فيش مشكلة. الآن تحاول الحكومة، يعني أنها في صنعاء حكومة بن حبتور، تحاول بقدر الإمكان أنها تبحث عن إيرادات، لكن دفع رواتب عملية صعبة جدا في ظل محدودية الموارد المتاحة. وبالتالي إلى أين ستوصلنا الاحتجاجات؟ إلى أين ستوصلنا وضع القائم؟ أنا أقول لكم وعبر قناة بلقيس أقول أنه ستوصلنا إلى الموت الجماعي، وهو الذي سيكون طامة كبرى في حق اليمنيين، وسيكون لعنة في وجه الحكومتين، حكومة بن دغر في عدن وحكومة بن حبتور في صنعاء. يعني ما تفضلت به مؤلم أستاذ سعيد، بكل تأكيد أن يعني أرزاق الناس وأمورهم تقف بهذا الشكل، والأوضاع تدفع بالكثيرين من الناس لذكر رسائل مثل الرسالة التي نقلتها. لكن باعتقادك الآن، هذه الاحتجاجات هل يعني بشكل واقع هل ستنجح بشكل أو بآخر، بعيدا عن النظرة التشاؤمية أستاذ سعيد؟ لا، أنا أقول لك بصراحة، يعني لأنه نحن معروف في الدراسات السياسية ودراسة التاريخ أن يا عزيزي لا يقوم بالثورات إلا الطبقة المتوسطة، وهي الطبقة اللي تكون عندها موارد دخل معقولة وقادرة على التغيير وقادرة على قيادة الأمور. للأسف الشديد الآن المجتمع اليمني عندنا شريحة واسعة، أصبح شريحة الفقراء يعني تكاد تقترب الآن من 90% من المجتمع اليمني، غالبيتهم فقر مدقع. وعندك 10% طبقة الأثرياء والأثرياء الجدد، هؤلاء طبعا لا يمكن أن ينتفضوا ولا أن يغيروا أمر واقع. أنا أقول لك إنه هذه الاحتجاجات قد تصل إلى مرحلة يعني تقلق المجتمع، قد تتعطل الدوائر الحكومية. والآن الملاحظ، أنا أقول لك اليوم القضاء بدأوا إضراباتهم والتوقف عن العمل، مدارس الآن كثير من المدارس أصبح ما فيهاش تدريس، جامعة صنعاء تدريس متوقف، كثير من الجهات الحكومية ستذهب في هذا الاتجاه. يعني في الأخير ستجد نفسك فيما يسمى عصيان مدني، الناس قاعدون في بيوتهم، بالتالي هذا حيكون كارثة أخرى، لأنه على الأقل ستتوقف الخدمات، ستتوقف الأنشطة، ستتوقف الأمور. لكن أنت لا تلاحظ خلال هذه الفترة أنه 6 شهور فترة قاتلة، والراتب راتب الموظف ليس بالراتب الكبير، يعني على أساس تقدر تقول أنه والله الناس عندهم يعني مدخرات كبيرة. بالكاد الراتب السابق كان بالكاد يغطي إيجار البيت ويغطي يعني شوية من المصاريف اليومية. كثير من الناس الآن يقول لك إحنا نصوم، يعني أحد الأسر يقول إحنا الآن نصوم بالأسبوع 2 أو 3 أيام هكذا بشكل كامل. آخر القضايا أحد الطبيبات تصايحت والمؤجر ابن صاحب البيت هنا في صنعاء نتيجة الصياح والعراك اللي دخل بينهم، خرج جنبيته وطعنها وصلت إلى غرفة الإنعاش الآن. يعني إحنا
احنا الان انا اقول لك ان المراهنه قد تصل الى ان يتقاتل الناس بينهم بين، او نصل الى عصيان مدني غير مخطط له، او نصل الى مرحله من الموت الغير الطبيعي، لانه الوضع القائم ليس فيه مؤشرات يعني تنبئ بان هناك حل اصلا، خاصه في الجانب الاقتصادي، دعك من الجانب السياسي، يعني الناس تفشل من الجانب السياسي، الناس يتكلمون عن جانب اقتصادي، يتكلمون عن مواد اغاثه، يتكلمون، ومن الاشياء الطريفه ان الامم المتحده قبل فتره تسرب خبر انها بحاجه الى 2 مليار دولار ونص، قلنا لهم يا جماعه هذا مبلغ ضخم جدا، هذا لو نزل بشكل طبيعي للناس من المهر الى صعده عبر شراء مواد غذائيه عبر التجار يكون سعرها مخفض الى النص على الأقل حيغطي، لكن ما نلاحظ أن منظمة الإغاثة لا تصل في كثير من الأحيان إلا إلى الذين لا يحتاجون، يعني كثير طيب من الناس يقول لك إحنا لم نستلم شيئا يعني. طيب أستاذ سعيد، الآن هناك احتجاجات تتوسع رقعتها بداخل المناطق التي تسيطر عليها سلطات الميليشيا، كيف تتعامل هذه السلطات مع هذه الاحتجاجات، وكيف تؤثر هذه يعني طريقة هذه التعامل على المحتجين؟ شوف، هو الطريقة كالتالي، أن جامعة صنعاء توقف الإضراب خلاص، الآن إضراب شامل، الطلاب لا يذهبون إلى الجامعة والمدرسين لا يذهبون، انتهى الموضوع. الآن كثير من المدارس الحكومية لا تدرس، مقفلة تماما، يعني إذا يحضر بعض المدرسين من باب ذر الرماد في العيون، يعني بالتالي قلت لك إحنا سنصل ليس إلى مرحلة احتجاجة من نستخرج إلى الشارع، ولكن إحنا نخاف أن نصل إلى مرحلة العصيان المدني مش يعني غير مخطط له، لأنه الموظف لم يكن قادر على الذهاب إلى مقر عمله، ما عندهش مواصلات، ما عندهش اللي يأكله، وبالتالي سنصل إلى مرحلة الموت السريري، وهذه طبعا مرحلة خطيرة جدا، هذه تنبه بكارثة داخل المجتمع نفسه. يعني الآن الحديث يدور عن أسر تموت داخل البيوت، ما عندهمش ما يأكلون. اليوم رأينا يعني متسولين في المطاعم والشوارع، ما كناش نشوف وجوههم، واضح من كسرات انكسار عيونهم، واضح من انهم في حاله سيئه. يا عزيزي انا مستغرب ان تراهن الحكومتين، حكومه صنعاء وحكومه عدن، أو ممكن نسميها الثنتين حكومه الامر الواقع للاسف الشديد، يعني ان تراهن على موت الناس، ان تراهن على الجانب الاقتصادي، ان تراهن على يعني على ان نصل الناس الى مرحله ياكل بعضهم البعض. يعني انا اخاف انه نصل لمرحله يعني الناس يذبحوا بعضهم البعض ياكلوا هكذا. اما التعامل زي ما قلت لك، هو ممكن نصل الى مرحله التعامل السلبي، دعه يضرب، دعه يقعد في بيته، دعه لا يعمل، وانتهى الموضوع. يعني ايش اللي حيخسره اصلا؟ رئيس مركز الامل للشفافيه والعمل الاستاذ سعيد عبد المؤمن، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. ينضم الينا الان مشاهدينا الكرام من عدن الصحفي الاقتصادي الاستاذ محمد الجماعي، اهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. تتسع اذا رقعة الاحتجاجات في العاصمه صنعاء، برايك ما هي الدوافع الرئيسيه لهذه الاحتجاجات؟ نعم، يعني بالنظر إلى وضع العاصمة صنعاء هي تشهد أحادية من جانب واحد في القرار وفي النهب وفي الاستيلاء على الوظائف وفي الاستيلاء على الموارد والبحث عن مورد لجهة واحدة ولخزينة واحدة. هذا استفز المواطن اليمني الذي يعيش تحت سلطة الاحتلال، ربما المواطنون الذين يعيشون في مناطق محررة لا يشعرون باستئثار جهة ما أو سلطة ما أو مكون ما من مكونات الشرعية، سواء في الحكومة أو في المقاومة، لا يوجد هذا الاستئثار، وبالتالي لا يشعر المواطنون بهذا الحرج. في صنعاء ربما سيصبر المواطن على الجوع، ربما سيصبر على عدم توفر المشتقات النفطية، على الوظيفة العامة، على حتى الرواتب، ولكنه لا يمكن ان يسكت على استئثار طرف واحد يعني لصالحه تصب كل الموارد، والى خزينته تذهب جميع الاموال، سواء التي كتبرعات او اموال منهوبه او اموال حكومه او حتى اموال استثمار غسلت في الاموال التي نهبت من يعني من اموال الدوله. نعم استاذ محمد، الاحظ من حديثك ان الدوافع الرئيسيه اذا هي اقتصاديه كما تراها انت، اذا هل من مؤشرات توضح او ارقام تتحدث عن الوضع حقيقه، الوضع الاقتصادي بداخل المحافظات التي لا زال يعني ميليشيات الانقلاب لا زالت تسيطر عليها؟
الجلسات التي عقدها مجلس النواب في صنعاء تحت سلطة غير شرعية تفضح الكثير من ممارساتهم. يعني هناك يعني وضع اقتصادي يذهب لصالح طرف واحد، ينوي هذا الطرف أن يهيئ لنفسه الأرضية حتى بعد فشل الانقلاب. المؤتمريون داخل مجلس النواب لهم وضع خاص، ربما يعانون من الإذلال، يعانون من عدم الإشراك في القرار، ربما يعانون من يعني سحب البساط من تحتهم، لكنهم أيضا يقولون الكثير في هذا الموضوع. نتحدث الآن عن شركات نشأت في الوقت الحاضر، شركات كبيرة وكثيرة كلها تصب في مصلحة الحوثي، ويعني هناك إقصاء لكل المستثمرين من جميع السيارات والفئات وبجميع الأنشطة، وإذا سمح لهم بحكم واقع دولي مفروض عليهم كالبنوك أو شركات الاتصالات أو شركات التأمين أو شركات الصرافة، فلأنها أصلا تورد لهم موارد كبيرة جدا، وبالتالي ما يحدث الآن في صنعاء هو يعني إنهاء لما تبقى من قواعد الاقتصاد التي يقوم عليها. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد. ينضم إلينا الآن أيضا من عدن المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أستاذ عبد الهادي، يعني من خلال حديث الضيوف يبدو أن هناك تركيز على الدوافع الاقتصادية التي يعني هي وراء هذه الاحتجاجات التي تحدث في صنعاء. برأيك هل هناك نوع آخر من الدوافع التي تمثل أيضا أرضية صلبة تنطلق من أو بسببها يحدث هذا الخروج بالنسبة للناس؟ أعتقد أن انسداد الأمل والوصول إلى حالة من ضياع الأمل تماما في ظل أيضا العمل بنظام السخرة أو ربما أسوأ من نظام السخرة، 6 أشهر بلا معاشات، كيف يريد هؤلاء من الناس أن يعملون كعبيد؟ هذه المناطق إجمالا التي سيطر عليها الانقلابيين الآن حكمها حكم المعتقلات النازية تماما، مجاميع في حكم المعتقلات النازية بكل ما تعنيها الكلمة. هنالك جماعة استفردت بالشعب اليمني، نهبت كل خيراته، دمرت ما أنجزه خلال قرن تماما، دمرت كل شيء. كانت البلد فيها نسبة فقر، لكن اليوم ربما نسبة الفقر تتجاوز 90%، بل أن بعض المناطق دخلت مرحلة مجاعة. هؤلاء عندما قادوا الانقلاب قادوه من أجل تدمير مقدرات الشعب اليمني وتهديد حياته وتعريض البلد لمجاعة قسرية تماما بكل المقاييس. اليوم ربما لا يمتع الموظفين إجمالا، ليس في جامعة صنعاء وهيئة مستشفى الثورة فقط، لكن في كل المؤسسات لا يملكون قيمة مواصلات لوصولهم إلى مقرات عملهم، وهذه كارثة. هؤلاء الناس لهم أطفال، مستأجرون مساكن، أيضا يأكلون ويشربون، من أين سوف يأكل ويشرب هؤلاء إذا كان هؤلاء الآن الانقلابيين وبالذات جماعة الحوثي يفرضون إتاوات على كل شيء، على كل متحرك، على كل منتج، على كل محل. طيب أستاذ عبد الهادي، عملية إفقار منظم. أستاذ عبد الهادي، قبل قليل تحدث رئيس مركز الأمل للشفافية والعمل الأستاذ سعيد عبد المؤمن على أن غالبا أو عادة تقوم الطبقة المتوسطة ب يعني التحرك تجاه هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة بشكل أكبر. الآن هناك احتجاجات، لكن بما أن دوافع في الأغلب بهذه الاحتجاجات هي اقتصادية، وهناك الآن نوع من الفقر في الطبقة المتوسطة بحسب كلام سعيد عبد المؤمن، إلى أين يمكن أن تصل هذه الاحتجاجات؟ هذه الاحتجاجات تحتاج الآن تدخل إنقاذي بشكل عام. ما على هؤلاء إلا تسليم أسلحتهم والإقرار بمسألة فشل الانقلاب، هذا أولا من أجل الخروج إلى مدى أو إلى أفق آخر. هؤلاء لن يتركوا، هذه جماعات قامت على الغلبة، قامت على مبدأ قوة السيف والبارود، وبالتالي لن تغادر السلطة ولن تغادر هذا المكان إلا بهذه القوة. هذه جماعات متخلفة أتت إلى السلطة استباحة الناس، تتعامل مع الناس من قوة البندقية. هنا هذه أماكن أشبه بمعتقلات،
يجب أن يفهم الناس ما الذي يمكن أن يقدمه معتقل مجردا من السلاح وأعزل أمام هذه الجماعات التي تفرض قبضة حديدية سواء بأجهزة المؤتمر الشعبي وأجهزة الأمن وقوة الميليشيات التي قدمها الإصلاح التي قدمها عفوا الحوثي. هذه الميليشيات تماما هي التي تحكم السيطرة على المحافظات التي ما زالت تحت قبضتهم والتي تبدأ من شمال محافظة تعز وتنتهي في محافظة صعدة. هذه الميليشيات تقبض على الكتلة السكانية الكبيرة، تسيطر على مراكز الشركات والمال في صنعاء، وبالتالي تعتقد أنها تتحكم بكل شيء، ولا أعتقد أنها قد تصل إلى تسوية أو تفهم هذه العملية أو أنها تنظر بعين اعتبار للسكان. هذه الجماعة لديها الاستعداد لاستخدام قوة السلاح ضد كل احتجاج وأيضا الاعتقال، لديها آلاف من المعتقلين. هذه الجماعة قتلت من الشعب اليمني حسب تصريحات الحكومة إلى اليوم 37,000 مواطن، كارثة ترتكبها هذه الميليشيات بتعاون وتواطؤ دولي قذر من كافة الأطراف مع الأسف الشديد بما فيها الأمم المتحدة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الهادي. أعود إلى السيد محمد الجماعي. أستاذ محمد، يعني هل يمكن لهذه الاحتجاجات أن تحقق مطالبها بشكل أو بآخر، أن تستجيب الميليشيات لمطالب القائمين عليها؟ هي ربما قد لا تؤدي يعني في الوقت الحاضر، يعني لا تؤتي أكلها مباشرة، لكنها تهيئ البيئة الحاضنة للجيش والقوات المسلحة القادمة، لأن الحيثيات ربما حيثيات يعني احتجاجات الناس على الحوثيين في صنعاء منطلقاتها اقتصادية وسياسية وشرعية، يعني تستطيع أن تقول أن الكثير لا يستطيعون أن يظهرون ما لديهم ضد الميليشيا الحوثي من غير زاوية الاقتصاد، فيطول الاقتصاد والقشة التي قسمت ظهر البعير، وبالتالي سيجد الحوثيون أنفسهم أمام بيئة لا تستقبل منهم أي أوامر ولا أي توجيهات، وبيئة لا تحتضن وجودهم ولا تخضع لسلطتهم. هذه رمزية ودلالة الاحتجاجات التي تجري الآن في صنعاء. ودعني أقول لك أن استئثار الحوثي بكل شيء أخرج الناس ضده ربما في وقت يعني مبكر، ربما لو كان الذهاب في الاتجاه الصحيح و يعني على الأقل كمنقلب على السلطة ولديه شعور تجاه المواطن لكانت الأمور ربما تتأخر قليلا، لكنها الآن تتسارع بشكل كبير جدا بسبب سوء تصرف السلطة القائمة الآن في صنعاء من ناحية اقتصادية ومن ناحية يعني من الكثير من النواحي. إذن أشكرك الصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وبالعودة إلى الأستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي أيضا معنا من عدن. أستاذ عبد الهادي، يعني الآن تعامل سلطة الميليشيا أو طريقة تعاملها مع هذه الاحتجاجات، من الواضح أن هناك مزيج من اللامبالاة تجاه ما يطالب به المحتجون، لكن بذات الوقت هناك قمع يواجه به المطالبون يعني بالحقوق هذه والمحتجون بشكل عام. هذا الأمر إلى ما يشير من وجهة نظرك؟ هذا الأمر يشير إلى حالة انسداد. الجماعة أفلست بالبنك المركزي، تستهلك كل موارد البلد التي تصل من هذه المحافظات إلى صنعاء، أودعتها في مسألة مكنة طحن الحرب، قدمت البشر وأموالهم ومكتسبات البلد في الحرب، نهبت الاحتياطي من البنك المركزي، تفرض إتاوات على كل متحرك، على كل سافر، على كل شخص، تفرض حتى زمارك على البضائع التي تطلع من عدن أو تطلع أيضا من محافظة مارب. هذه الجماعة أوغلت في كل شيء، هي تعمل عملية نهب وربما تعمل أن تخرجها المفاوضات، بالذات دخول عمان على الخط من أجل أن تخرج، وبالتالي هي تريد أن تخرج بأكبر قدر ممكن من المكاسب. هي الآن تتعامل مع الناس مع عادتهم إلى أشبه بما كان يجري في العراق، أو تحاول فرض هذه العملية العمل مقابل القمح من المساعدات الدولية التي تسيطر عليها، أوجدت لها منفذا لبيعها أو للتخدير، وبالتالي هذه أحد العوامل المطروحة، لكن
هي لا تريد أن تعيد سواء ما نهبته من البنك المركزي والذي كان رواتب الناس منذ شهر 10 الربع الأخير من العام 2016، هذا نهبت ونهبت جماعة الحوثي وميليشيا صالح هذه الأموال وهي رواتب الناس لثلاثة أشهر، وبالتالي عليها إخراجها وإعطاء الناس رواتبهم. ما يجري طيب الآن تماما ما يجري هو تحويل الناس إلى قنانة، أو ربما كان القن يلتزم سيده بأكله وشربه وكسوته ومسكنه. طيب أستاذ عبد الهادي، لكن هؤلاء أبشع من نظام القنانة، هذا جانب. الجانب الثاني، أنت سيطرت على منطقة، إما أن تكون قادرا على توفير لقمة الناس أو عليك مغادرة المنطقة. أعتقد النازيين عندما كانوا يفكرون في أسبانيا أيام فرانكو طرحت القيادة الألمانية على قيادتها في فرنسا، هل نمتلك من القمح والغذاء ما يكفي الشعب الأسباني في حالة التفكير بالسياحة الأسبانية؟ عندما قيل لهم أننا لا نملك هذه المواد قال استمروا بالتفاوض مع فرانكو. هذا طيب النظام الذي نعتبره من الأبشع، هؤلاء أبشع بكثير، لا وجه للمقارنة. هذه جماعات أستاذ عبد الهادي، نعم، أن يموت الناس. طيب أستاذ عبد الهادي الآن، وبسؤال أخير، ما مدى التأثير على المستوى السياسي؟ يعني هل يمكن التعويل على ما يحدث من احتجاجات مدنية الآن تواجه هذه الميليشيا في يعني بشكل أو بآخر سياسيا؟ سياسيا أعتقد أن على الحكومة السلطة الشرعية وعلى المنظمات الحقوقية وغيرها تحريك هذا الملف بشكل قوي وإعداده والضغط بكل الوسائل والسبل على كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية الخمس. يجب أن تتحرك الحكومة اليمنية سياسيا وكذلك مع الخارجية دول التحالف العربي للخروج من للضغط على هذه الجماعات التي أصبحت تحتجز مجاميع من السكان وتهددهم بالموت جوعا. هناك حالة مجاعة في هذه المناطق، هذه المجاعة هي أبشع ما يمكن الحديث عنه في ظل حكم هذه الميليشيات الانقلابية. هؤلاء لا يعبهون للناس، سوف ترتكب أبشع جرائم موجودة على الأرض، أن يموت الناس جوعا. نعم، إذا أشكرك أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدم في حلقة اليوم من زوايا الحدث، كما هو الشكر موصول لجميع ضيوف الذين كانوا معنا مشاهدينا الكرام، وأيضا لكم على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء أو الزميل كمال حيدر والزملاء في الطاقم الفني. إلى اللقاء.